عملت مديرة للمكتب الإعلامي لنادي الطلبة. اليوم هي السؤال أسئلة تضحك، وورا الضحك تتعصب. اشرب عصيرك. براحتك علي. شنو رأيك بهاي التجربة أولا؟ تجربة خسرتني هواي علي بصراحة. ايش خسرتك؟ يعني صار سوء فهم من الإخوان جمهور نادي الطلبة، واشتغلت بفترة يعني كان وضع الفريق والنادي بصورة سيء. عامة سيء جدا، دعم مالي ماكو، نتائج سلبية وغيرها من الأمور. زعل عليك جمهور الطلبة؟ زعل علي جمهور الطلبة، بس أنا وقفت وياهم عليه. قبل دقيقة دقيقة راح نتحدث. هو أنا بس خليني أوصل رسالة لجمهور الطلبة، إخواني وأعزاء وأغلبهم بالمناسبة ولد منطقتي، بس يمكن صاير سوء فهم، وأنا لم أوضح لهم ولا حاجياهم بالمناسبة، علاقتي بهم طيبة من كنت بالنادي، حتى من كانوا ناقمين على الإدارة السابقة تحياتي لهم، بس بصراحة علاقتي بهم طيبة. سيد سلام والإخوان الباقين علاقتي بهم طيبة جدا. زين علي؟ ايه. تفاجأت إنه هم يمكن شايلين غيظ علي، بس أنا بالمكتب الإعلامي لنادي الطلبة وأحكيها بملء الفم، وبالبرنامج مالتي أنتقدهم والله العظيم. هاي وين حيدر؟ بالبرنامج حيدر أنت. تظاهرة صارت، اسمعني، تظاهرة اللي صارت بالجادرية يا علي. زين. تظاهرة اللي صارت جماهير نادي الطلبة بالجادرية بوابة جامعة بغداد. ايه. قسما بالله دزيت الكادر واشتغلنا. خل أقول لك شغلة، أكو قطعة طشت الأخ عدي القريشي. عدي القريشي اللي قال بيها، قال إنه أحرق جهالي، مو أحرق زوجتي، أطلق زوجتي وأحرق جهالي إذا طلب ينزل درجة أولى، تمام؟ في برنامج انعرض هذا الموضوع. كملت حيدر راح تشيلني، ما اعطيتني مجال اسولف. لا قد معصبك هذا المحور. لا لا مو حيدر، انت ما اعطيت مجال للجمهور يعبر عن رايه بصفحه يعني؟ النادي حضرتهم كلهم. لا لا ما حاضر احد. هاي شنو بصراحه؟ والله العظيم ما حاضر احد. بعد منو اللي حضرهم من البيج؟ البيج مال البرنامج. والله مو البرنامج. اسمع اسمع، حتى ايه؟ بيج البرنامج من تصير بي اساءات ما اسمح لاي شخص والله العظيم يحضر احد. اقول له يمكن مرات اكو سب وشتم. حضرتوا جمهور الطلبه لو لا من صفحه أنا النادي؟ انا ما حاضر احد. انا ما علي، انت كفريق مكتب اعلام. احنا كفريق مكتب اعلام احنا كنا خمسه علي. اي خمسه. وانه ما صار اكو توجيه بحظر التعليقات المسيئه من جمهور النادي حيدر من احد؟ لا لا. من الاداره؟ لا صدق. شلون توصف اداره علاء كاظم بالنادي؟ اداره علاء كاظم ما نجح كابتن علاء كاظم، رغم النجوميه اللي عنده ورغم محبه الجماهير الكابتن علاء كاظم، تحياتنا إليه والله العظيم. بعدك عضو هيئة عامة؟ ما عندي وقت حيدر. طلعوني من الهيئة العامة. منو طلع؟ ما اشتي، مو أنا أقول لك، كان ما دور مشاكل علاوي. منو طلعك؟ طلعني ما أدري، قالوا لي باسم عباس. خل أقول لك إياها من الأخير. شو عنده وياك باسم؟ وإنه بعدين وصلتني إنه قالوا لا، واحد من الموظفين اللي موجودين بالنادي هو اللي طلعني. لأن أنت محسوب على علاء كاظم؟ خلينا نقول باسم عباس هو الأقرب يمكن. لين محسوب على إدارة علاء كاظم؟ اي لا، وحكى وياي الرجل من صارت الهيئة المؤقتة. بس حسيته قالوا احنا راح نغير المكتب الإعلامي، قلت له خلاص. بالمناسبة أنا بالمكتب الإعلامي شغلي، خل حتى الجمهور هم يعرف، جمهور الطلبة الإخوان الأعزاء. شغلي بنادي الطلبة هو تفرغ، يعني نادي الطلبة هو شعبة يعني تابعة موظف مرتبطة بوزارة التعليم العالي، وأنا موظف بالتعليم وزارة التعليم العالي. فيفرغوك لإدارة شؤون النادي. قالوا احنا ليش نجيب إعلامي نعطي راتب؟ تعال أنت اشتغل بالمكتب الإعلامي. زين. أنا والزميل أحمد حطاب المصور، مصور النادي حيدر، أيضا موظف بالوزارة. بعدك يعني لا مستلمين راتب ولا مكافأة بعدك. صدق شيء بشيء يذكر. هي. مرة من المرات علاوي صديقنا كان يلعب بشباب الصناعة، الأخ علي عبد الصاحب ابن منطقتي. زين. إجاني قال أقول لك حيدر، يقولون على كاظم كل أسبوع ينطيك دعش بروه. ككل أسبوع والله العظيم. قلت له علي إيه؟ قلت له يعني بالشهر ايش قد؟ قال اربعه. قلت له بالسنه ايش قد احسبهن؟ قلت له معقوله ما وصل لك تليفون؟ انت صديقه.